السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك لقيتوني يلاه سجلت لكم الفيديو ديال واحد الدرس ديال الرياضيات ديال السلم والتصاميم. كنتمنى من قلبي غتكونوا دابا راه شاهدتوه، المهم كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوه. وتفكرت باللي باقي ما كملتش لكم الاطر المرجعيه، باقي ليا اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه. دونك اليوم نحيد عليا التربيه الاسلاميه، بزاف ديال التلاميذ طلبوه مني، يعني اللي باغين يبداو الحفاظه ويشوفوا وبغاو يعرفوا شنو خاصهم يحفظوا، شنو الدروس اللي ما خاصهمش يحفظوا. نبداو على بركه الله بالنسبه للقران. دونك القران ثلاثه ديال الدروس، ثلاثه ديال الصور، الملك، المرسلات، والقلم. ثلاثه عندكم الملك، المرسلات، والقلم. عقلوا ثلاثة ديال الصور قرآنية، حاولوا تحفظوهم، عرضوهم على مواتكم، على باواتكم، خوتكم، حاولوا تجمعوا يعني حاولوا ما تضيعوش النقطات ديال القرآن. القرآن ما كاينش واحد ما حافظ القرآن. دونك قالك فهم المعنى الإجمالي لآيات سورة الملك، المرسلات، والقلم، تقويم ثلاث آيات على الأكثر. إذا هما غيطلبوا منك دونك اللي خاصك تكون عارف فهم المعنى الإجمالي. إذا سورة الملك شنو هي مثلا الفكرة العامة ديالها؟ علاش كتهضر سورة الملك؟ كذلك علاش كتهضر سورة المرسلات؟ وعلاش كتهضر سورة القلم؟ إذا شنو القصة؟ القصة الرئيسية والأساسية اللي في سورة الملك، المرسلات، والقلم. استخراج قاعدة تجويدية من سور الملك والمرسلات والقلم. إذا ركزوا في القواعد التجويدية عندكم، يا إما غادي تحط هي قاعدة تجويدية وحدة من بين هادو، ترقيق الراء وتفخيمها، الإمالة. والسؤال بالضبط اللي غادي تحط لكم هو تستنتج الآيات موضوع الاختبار من المصحف المحمدي. ثالث سؤال في القرآن استخلاص القيم المتضمنة في سور الملك والمرسلات والقلم. إذا شنو هما القيم؟ شنو هما القيم اللي كيحث عليهم؟ شنو هما القيم اللي كاينين في الملك وفي المرسلات وفي القلم؟ رابع سؤال توظيف آيات من سور الملك والمرسلات والقلم في موضوعات المداخل. مثلا غادي يعطيك مثلا غيقول لك يعني غيقول لك اعطي الدليل بآية قرآنية، اعطي الدليل على واحد الحاجة بآية قرآنية. ندوزو العقيدة، سالينا من القرآن ندوزو العقيدة. العقيدة فيها الدرس ديال أؤمن بالغيب يعني الملائكة حتى اليوم الآخر، دلالة الإيمان بالغيب. إذا شنو هو الدليل على دلالة الإيمان بالغيب؟ تعريف الملائكة واليوم الآخر، تكون عارف شكون هما الملائكة، تعريف ديالهم، وشنو هو التعريف ديال اليوم الآخر. أثر الإيمان بالملائكة واليوم الآخر في سلوك المتعلم. إذا السؤال هذا راه سؤال وجيه، يعني سؤال مباشر. مثلا يقول لك حدد أثر الإيمان بالملائكة واليوم الآخر في سلوك المتعلم. أعرف الله من خلال خلقه. دونك دلالة الكون على وجود الله تعالى وحكمته، شنو هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود. الإنسان آية من آيات الله. عقلوا على هذه الفقرات، هما اللي خاصكم تحفظوهم. ندوزوا لأؤمن بقضاء الله وقدره. معنى الإيمان بالقضاء والقدر، تعريف ديال الإيمان القضاء والقدر. تعريف الإيمان بالقضاء والقدر، تكون عارفين التعريف ديالها. آثار الإيمان بالقضاء والقدر على المؤمن. إذا حنا ملي كان صراحة بلا ما نشرح ونطول الفيديو، نتوما عارفين هادو أسئلة مباشرة، حفظوا الأجوبة ديالو من الدروس. إذا سالينا من التزكية، راه كيف ما كتعرفوا عندكم بزاف ديال الوحدات، عندكم التزكية، الاقتداء، الاستجابة، القسط، والحكمة، ياك؟ دونك التزكية هي اللي فيها القرآن والعقيدة. ندوزو دابا للوحدة الثانية اللي هي الاقتداء. إن الاقتداء فيها الدرس ديال بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة السرية. بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة السرية، الغاية من تبليغ الدعوة سرا. ثلاثة ديال الأسئلة في الدرس ديال بعثة الرسول غادي تحت لكم ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول هو بعثة الرسول، اش كتعني بعثة الرسول؟ أولا فوقاش كانت؟ أولا فهمنا؟ وثاني حاجة الدعوة السرية، اش كتعني الدعوة السرية؟ وثالث سؤال
الغايه من تبليغ الدعوه سرا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم علاش كان كيبلغ ديك الدعوه سرا يعني خفيه بلا ما يعرف حتى شي واحد؟ الدرس الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا. دونك في جوج ديال الاسئله، واجب تبليغ الرساله السماويه، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه الله سبحانه وتعالى انه يبلغ الرساله السماويه اللي هي الاسلام، واخلاق النبي في التبليغ. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم باش كان كيبلغ الرساله السماويه شنو الاخلاق اللي كان كيتميز بها؟ الدرس الثالث هو صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الاذى. اذا فيه جوج ديال الاسئله، السؤال الاول من مظاهر إذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، شنو هي مظاهر؟ شنو مثلا غنقول لك اعطيني بعد مظاهر، بعد مظاهر إذاء قريش، يعني قريش شنو كانوا كيديروا، شنو ما التصرفات الخايبه اللي كانوا كيعملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الصبر في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا يعني الحاجه اللي كان كيتميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصبر، اذا الفضيله ديال الصبر، يعني شنو هي فضيله الصبر اولا، شنو هي النتيجه ديال الصبر اولا، شنو هي الفائده من انه من صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على اذى قريش؟ قصه ابتلاء ال ياسر، ندوزو لهذا الدرس هذا. دونك اول حاجه غيسولك عليها، اول سؤال هو حدث ابتلاء ال ياسر وملابساته. اذا الابتلاء اش من ابتلاء اللي ابتلى الله سبحانه وتعالى ال ياسر، وشنو وقع بالضبط؟ يعني التفاصيل خصكم تكونوا عارفينها. سؤال ثاني فضيله الصبر في اخلاق الصحابه، اذا الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا كيتميزوا بالصبر. الوحده الثالثه هي الاستجابه، اذا الاستجابه اصلي صلاه التراويح جماعه، الدرس ديال اصلي صلاه التراويح جماعه فيها جوج ديال الاسئله، فضل القيام في رمضان، اذا قيام الليل الفضل ديالو اولا اثر الفضل ديالو شنو، يعني النتائج ديالو في رمضان. والسؤال الثاني كيفيه صلاه التراويح، اذا صلاه التراويح تكونوا عارفين كيفاش كتصلى. الدرس الثاني هو الصيام، معناه وشروطه وفوائده، اذا تعريف الصيام وشروطه حفظوا تعريف الصيام وحفظوا الشروط ديالو. ثاني سؤال فوائد الصيام الصحيه والاخلاقيه، اذا كيفاش كيفيدنا، اذا باش كيفيدنا هذه الصلاه صحيا وباش كيفيدنا اخلاقيا، كلشي كاين في الدروس. رابع درس هو سنن الصيام، اذا غادي يسولك على سنن الصيام، سؤال فيه شنو هي سنن الصيام وتمام الصيام بالتزام سننه. ندوزو الوحدة الرابعة، كنظن ياك وصلنا للوحدة الرابعة اللي هي القسط. اذا القسط الدرس الاول الايمان والايواء، قصة آسيا زوج فرعون، زوجة فرعون. اذا السؤال الاول غادي تعطى سؤال كيتعلق بايمان آسيا زوجة فرعون، اذا الحق في اذا ايمان آسيا زوجة فرعون، تكون عارفه القصه ديال زوجة فرعون شنو وقع ليها وشنو هي كانت وكيفاش كانت. ثاني سؤال هو ايواء آسيا لموسى عليه السلام، ايواء آسيا لموسى عليه السلام، اذا تكون عارفه العلاقه او شنو هو الرابط اللي كان كيجمع ما بين آسيا زوجة فرعون وسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. اذا الدرس الثاني هو البحث عن الحقيقه لقصه سيدنا ابراهيم، اذا السؤال ديال قصه سيدنا ابراهيم هي القصه الوارده في سوره الانعام، يعني شنو القصه ديال ابراهيم تكونوا عارفينها. ثاني سؤال البحث عن الحقيقه اساس الايمان اللي هو حق التفكير. الدرس الثالث أصون كرامتي اللي بالنسبة لقصة مريم، إذا قصة ولادة مريم العذراء لعيسى عليه السلام تكونوا عارفين شنو هي القصة، عفة مريم وطهارتها ورعاية الله لها اللي هو حق الكرامة. آخر درس في الوحدة ديال القسط هي أرعى حق المسكين لقصة أصحاب الجنة، فيها جوج ديال الاسئله، السؤال الاول قصه اصحاب الجنه في اللي كاينه في سوره القلم، اذا شنو هي القصه تكونوا عارفينها، وكذلك حقوق المسكين في مال الغني اللي هو حق التضامن، يعني شنو هي حقوق المسكين في مال الغني كالزكاه الى غير ذلك والصدقه. ندوزو للخامس والخامس وحده واللي غتكون هي الاخيره اللي هي الحكمه، اذا الدرس الاول هو الرضا والتفاؤل قصه امراه عمران، إذا نذر امرأة عمران ما في بطنها لله تعالى وميلاد مريم، قبول هبة الله تعالى والتفاؤل بها والرضا بما رزق.
سؤال ثاني، أنصح وأحاور بأدب قصة إبراهيم عليه السلام. أول سؤال، حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه من سورة الأنعام. النصح والحمار النصح النصح والحوار العيادة النصح والحوار أهم سبل الوصول إلى الحقيقة. أتفهم ولا أتهم لقصة مريم. حمل مريم بعيسى عليه السلام واتهامها ظلما في سورة مريم. من حسن إيمان المرء أن يحسن الظن ولا يتهم. أعتبر بالنسبة لقصة أصحاب الجنة، خطأ أصحاب الجنة ومصير بستانهم في المال حق غير الزكاة. دونك هادو هما الدروس اللي عندكم بالنسبه للماده التربيه الاسلاميه. حفظوا القران، حفظوا الدروس، حاولوا ما امكن يوميا، ما يدوش شي نهار وما تحفظوش شي درس. حفظوا وعاودوا، حفظوا وعاودوا. راه الا حفظتي مثلا شي درس وما عاودتيش رجعتي ليه، راه طبعا غادي تنسى لك. دونك اللي حفظتيه عاود ما امكن يوميا، عاود حفظوا التربيه الاسلاميه. مادام انك ما غاديش تستعمل فيها، يعني ما غاديش تستعمل فيها الفهم غير انك تحفظ، فاحفظ فاحفظ واستغل النقاط ديال التربيه الاسلاميه، طلع لك شويه النقطه ديال الموحد. دونك بهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. باقي ان شاء الله كتسالوني الاطار المرجعي ديال اللغه العربيه، غادي تحط كنظر مباشره مور هذا الدرس هذا، مور هذا الفيديو هذا. دمتم على خير.